16 من عام 1888. الألمان يقيمون احتفالا هنا في باغامويو بمناسبة موافقة السلطان خليفة بن سعيد سلطان زنجبار على نقل إدارة الساحل إليهم، ولكنهم يتجاوزون الاتفاق ويقومون بإنزال العلم السلطاني من دار الوالي ويرفعون العلم الخاص بمستعمرة شرق إفريقيا الألمانية. عمل استفزازي يضاف إلى قائمة من الاستفزازات والقوانين التي لم يألفها الأهالي والتطاول على المساجد. رجال السلطة العمانيون والسكان من عرب وأفارقة يحتجون، والسلطان خليفة غاضب مما حدث. أهالي باغامويو يلوحون بالخروج عن طاعة السلطان بسبب موافقته، ويجمعون قواتهم ويكونون جيشا من عرب وبلوش وسواحلية، ويطلبون من بشير بن سالم الحارثي تاجر العاج وقصب السكر الذي كان قد كون جيشا خاصا لحماية تجارته أن يتولى القيادة لمقاومة الألمان. فتتسارع الأحداث. بشير بن سالم يخوض عدة حروب ضد الألمان. الثوار يقتلون موظفي الشركة في كلوة. الألمان محاصرون في قاعدتهم في بنغاني، والقائد الألماني ينكل بالمواطنين. بشير يحتل باغامويو ويهاجم الإرساليات التنصيرية. المستشار الألماني بسمارك يرسل للسلطان خليفة مقترحا التعاون معه للسيطرة على ثورة بشير، ولكن لا يجد منه ما أراد، بل إن السلطان خليفة بن سعيد يوجه انتقادا للألمان لتسببهم في تفجير الثورة. عدد من القوى الاستعمارية تشارك ألمانيا، وبريطانيا تضغط على السلطان، وبشير يحقق الانتصارات ويعقد التحالفات. الألمان يلاحقونه ويقبضون عليه ليعدموه شنقا بعد 3 أيام ودون محاكمة في 15 من ديسمبر من عام 1889، ليرحل مرفوع الرأس بعمر 44، مضحيا بثرواته، مدافعا عن كرامة العرب والمسلمين. في المشهد شيء ما يذكرنا بعمر المختار.